اهلاً اعزائنا مشاهدينا السؤال في غايه الاهميه. على ماذا تبني حياتك؟ هل تبني حياتك على الصخر ام على الرمل؟ وطبعا النصيحه اليوم ابني حياتك من الداخل من الداخل ابني حياتك بالعلاقه مع الله. ابني حياتك بالمحبة التي تربط كل البناء انكر ذاتك و... واعلن ليظهر الله في كل أعمالك وطبعا يعني واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا هي الخطية الساكنة فيها كما يقول الرسول بولس في رمية 6 آية 6 مكتوب عالمين أن إنسانا العطيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية صلب الخطية في غلاطية 2 أي 20 مكتوب مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله صلب الذات في غلاطية خمسة آية أربعة الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات في عملية صلب للشهوات واللا أخلاقية والإباحية يعني بتعلن موتك مع يسوع المسيح وإلا كيف تستطيع أن تتحرر من هذه القيود القاسية التي تستعبدك ثم في غلاطيا اصحاح 6 والايه 14 قال رسول بولس: واما من جهتي فحاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم الصلب المزدوج العالم بالنسبه لي مات وانا بالنسبه للعالم مت. لاحظ اذا وصلنا لعمليه انكار وصلب الذات عندها نستطيع ان ننال الحريه حريه في المسيح بقدره يسوع المسيح هو ان تجد نفسك في الله وليس في العالم يقول مزمور 127 الايه الاولى ان لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون وفي سفر الامثال اصحاح 24 مكتوب بالحكمه يبنى البيت وبالفهم يثبت. ابني حياتك على الابديه. يقول الكتاب المقدس: لان الانسان ذاهب الى بيته الابدي. سفر الجامعه اصحاح 12. فاذا اي بناء غير المسيح يتحول الى كارثه، الايمان بيسوع يبنى على اساس متين، كل من يؤمن به يقول الكتاب لا يخزى ان يكون المسيح رب حقيقي ليس بالكلام يعني لكن حقيقة لكن فعلا عندما تقول يا رب انت اختبرت ربوبيه يسوع المسيح ثم ابني نفسك بثمر الروح القدس اللي بتعبر عن جمال المؤمن وعن رونق المؤمن واما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام الى اخره فاذا خلي ثمر الروح القدس يظهر في حياتك ان تكون غصنا في الكرمه وتثبت في المسيح لتعطي ثمرا لتستمد عصاره الحياه من الكرمه الحقيقيه يسوع المسيح لكي تزهر وتثمر في الاغصان يعني الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير الرب يسوع بيتكلم عن موته وعن قيامته ايضا